بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله باش نعملوا طيب شوربة، شوربة زيوان. معناها زيوان، هذه نوع زيوان أجود من لسان العصفور. شوربة معناها ما فيهاش خضرة، أما يعني المكونات نتاعها حمص والحم. خذينا ربع كيلو لحم بقري، قصيناه قطع صغيرة مش كبيرة برشا، معناها صغيرة اللي تهز بالمغرفة. هذا 250 غرام لحم، 100 غرام حمص، و100 غرام شوربه، وخذينا راس بصل ونص راس ثوم، والفحات كما تعرفوا عندنا زيت، طماطم غرفه كبيره، والكركم، فلفل احمر. اما اخر حاجه باش نستعملوها مع الشوربه هذه نعناع شايح، يعني يلزمنا نعناع شايح. كيف تطيب باش نحطوا لها نعناع شايح. تو نبداو، يعني باش نبداو الوجبه نتاعنا باش نعملوها. اول حاجه باش ناخذوا احنا عندنا كيس الزيت نتاعنا، هذا نصبوه، نحضروا في الاثناء احنا ماء سخون، الماء نتاعنا قاعد يسخن. نحطوا اللحم، هذا قصيناه قطع صغيره، ونحطوا الثوم والبصل. نفوحوهم شوية كركم، نفوحوهم شوية تابل. اللحم البقري يحب لفاح، يعني ثوم شوية كركم شوية تابل، ونحطوهم على النار تو كي يغليو شوية ونمرقوهم، وقتها نكملو الرفاحات الأخرى. هذا اللحم نتاعنا كي حطيناه البصل والثوم قلى شوي، تو باش نحطو شويه ملح، باش نحطو الملح نتاعنا. هذه الطماطم اللي حضرناها، غرفة كبيرة طماطم، شوية فلفل أحمر، محضرين الماء سخون بالطبيعة باش نصبوا عليه الماء سخون، تدخل المكونات الكل في بعضها. نحطوا الماء سخون يغلي، ونحطوا الحمص نتاعنا، نخلوها تطيب على نار متوسطة. كيف يطيب اللحم والحمص نرشوا الشوربة نتاعنا. هاي نحركوها شوي لين يدخل في بعضه كل شيء. تو باش نجيبو الماء سخون، الشوربه نتاعنا اللي حطيناها طيب. شوفوا اللحم والحمص كله طاب، تو باش نرشوا الشوربه كما شفتوا هذه، نرشوها نستنوها تطيب، خلوها تغلي على الاقل من 5 إلى 7 دقائق. زعما معناها الشوربه هذه تجي خاثره، ما تجيش شاريه برشا. استنوها تطيب ومن بعد نحطوا لها النعناع. هذه شربتنا اليوم، ليش خضرة يعني بالنعناع والحمص والحب. الشوربة متاعنا طابت كيما شفتوها، طابت. توا باش نطفو عليها النار ونعملو لها رشة نعناع. هذا النعناع متاعنا، وتوا بإذن الله جاهزة للتقديم.
شوربة جاهزة كما شفتوها، ريحتها بنينة، وناقصها كان عصرة قارص ولا ليمون كما يسموه بعض الناس. وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم وتاكلوا بالشفاء.